القصة الرئيسية بقى اللي بتتصدر الأخبار النهاردة غير موضوع فرنسا على مستوى الصحافة العالمية والعربية والمحلية هي العمل الإرهابي اللي شهدته عاصمة دولة مالي في فندق راديسون بلو واللي كان مسرح احتجاز عشرات الرهائن على أيدي مسلحين متطرفين. قعدنا طول اليوم بنتابع عملية الرهائن. اليوم انتهى بتحريرهم وسقوط حوالي 30 قتيل بخلاف الجرحى، وده بعد تدخل القوات المالية الخاصة وبعد ما تلقت العون من قوات أمريكية وفرنسية. لسه الصحافة العالمية في مرحلة الصدمة، الكل في مرحلة أنه بيتلقى المعلومات وبيحاول يفسرها، خاصة أنها جاية بعد أسبوع من تفجيرات باريس، لدرجة أن البعض فكر أنه دي ممكن تكون محاولة للفت الأنظار شوية عن فرنسا وعن ما يحدث في الأراضي الفرنسية. لكن خلونا نسأل من الأخبار النهاردة ومن اللي حصل النهاردة السؤال الرئيسي، مين هي جماعة المرابطين اللي نفذت العملية؟ خلونا نعرف أكتر من الأستاذ ماهر فرغالي وهو خبير التيارات الجهادية والحركات الإسلامية. أستاذ ماهر صباح الخير. أهلا فندم. أهلا بحضرتك. من هي هذه الجماعة؟ بداية قبل ما أقول تاريخ هذه الجماعة أنا عاوز أوضح نقطة مهمة جدا، وهي أن كل الإعلاميين أو كل الصحفيين المتخصصين في هذه الظاهرة يعني ما حدش فيهم نبه الناس على الاجتماع اللي حصل من جماعة المرابطين في مدينة ديرنا بليبيا. الكلام ده من 6 أشهر تقريبا. جماعة المرابطين بقيادة عبد الملك دردوكان اللي هو زعيم جماعة الصحراء وإمارة الصحراء واللي هو بيقود تنظيمات القاعدة في هذه المنطقة، اجتمع مع جماعة التوحيد والجهاد وجماعة أنصار الشريعة والمجلس العسكري بديرنا وجماعة المرابطين التي يقودها مختار بن مختار، وعمل اجتماع لتنسيق المواقف وعمل مجلس واحد وجماعة واحدة إدارة العمليات في هذه المنطقة الخطرة جدا، تحديدا في شمال أفريقيا وفي تشاد وفي مالي. هل ده اجتماع معلن عنه؟ الناس عارفه ان هم اجتمعوا؟ يعني ده كان اخباره موجوده والناس كلها عارفه ان الاطراف دي اجتمعت؟ بعض الانباء نالت عن هذا الاجتماع عن بعض الاخبار، واحنا عملنا واعتقد ان جريده الوطن المصريه نشرت هذا الخبر عن هذا الاجتماع. المهم ان عبد الملك دردوكال هو من يقود هذه التنظيمات كلها الان، ومختار بالمختار هو من جماعة المرابطين وكلاهما من الجزائر، وهو يقود هذا الفرع التابع لعبد الملك دردوكان. مختار بالمختار الملقب بالأعور هو رجل أو مستر مارل بورو، هو كان تاجر للمخدرات وللسلاح في هذه المنطقة، ذهب إلى مالي وتزوج من قبيلة الأزوادية واتجه وأصبح عضوا بارزا في تنظيم القاعدة، وذهب إلى أفغانستان وبايع أسامة بن لادن على تنظيم القاعدة، وعاد مرة أخرى إلى قبائل الطوارق وأنشأ هذا التنظيم كتيبة تسمى الملثمين، ثم أنشأ بعد الاتحاد مع التوحيد والجهاد. وهل هل هو لسه فاعل ولا تم اغتياله؟ لا هو امريكا قصفته، لانه في انباء ترددت عن اغتياله في وقت من الاوقات. امريكا قصفته في مدينه ديرنا منذ اشهر قليله، لكن نجا من هذه محاوله الاغتيال ومات بعض مساعديه، والتنظيم اعلن ان هو ما زال على قيد الحياه. مختار بالمختار في الفتره الاخيره جعل هذا التنظيم اقليمي شويه، يعني احنا شايفين ان تنظيم المرابطين موجود في دول كثيره جدا، اخرها الفرع المصري اللي هو أنشأه هشام عشماوي ضابط الجيش السابق، وبايع مختار بالمختار أن يكون جزءا من تنظيم المرابطين الموجود في أفريقيا تحت قيادته. تنظيم المرابطين كله تابع لأيمن الظواهري، وهنا إحنا بنمر بالحالة التنافسية، الحالة التنافسية. طيب وهو تابع لأيمن الظواهري، ليه اسم مختلف عن اسم القاعدة؟ تنظيم القاعدة في الفترة الأخيرة في أواخر عهد بن لادن قبل وفاته تقريبا بعام واحد، عمل سياسه جديده وهي ان يكون شبكه لا مركزيه، وان هو الشبكه المركزيه تكون باسماء متنوعه واسماء مختلفه، لان كان اسم القاعده اسم مرعب وكانت الناس بتخاف منه حتى يسهل التجنيد في بعض الدول مثل اليمن بعض الدول الاخرى. يعني طبعا لان القاعده كانت بتعمل هجمات ارهابيه، لكن جماعه المرابطين مثلا ما بتعملش ده. لا كان الاسم مرعب شويه وكان بيطارد بشكل كبير،
وكان في جماعات تاريخيا موجودة أثناء وجود تنظيم القاعدة. فهذه الجماعات بايعت تنظيم القاعدة فقبل أسامة بن لادن البيعة وتركها على نفس الاسم زي تنظيم التوحيد والجهاد اللي هو كان في العراق وأصبح بعد كده تنظيم القاعدة في بلاد الرافدية. طب عايز أخد حضرتك للي بيحصل النهاردة أو اللي حصل النهاردة، هل له علاقة بهجمات داعش الأسبوع الماضي في باريس؟ لا يعني هو انا شايف ان الحاله دي ملهاش علاقه، هي تنظيم القاعده يعني هذا التزامن هو محض الصدفه. لا محض الصدفه، تنظيم شبكه لمركزيه، مفيش تنافس بين المجموعتين، مفيش تنافس بين ان القاعده بتحاول انها تظهر انا لسه موجوده ولسه بنفذ عمليات. لا التنافس طول الوقت موجود، لكن لو حبت تظهر هذه العمليه اعتقد انها كانت عملتها في اوروبا يعني او عملتها في دوله مركزيه كبرى. لكن هو التنظيم الشبكه اللامركزيه ده كل تنظيم او جماعه تابعه لتنظيم القاعده بتحاول في اي فرصه سانحه ليها انها تعمل عمليه، والازمه مشتعله في مالي منذ فتره طويله بعد تدخل القوات الفرنسيه. هل ده السبب في انه تم اختيار مالي؟ هل هو برضو رد على تدخل فرنسا في عام 2013 لما دخلت تحارب الجماعات المتشدده؟ دي مش المره الاولى للعلم اللي القاعده بيعمل فيها عمليات كثيره جدا في هذه المنطقه وفي العاصمه هناك في مالي بسبب تدخل الفرنسي وبسبب الازمه الازواديه ومحاوله الانفصاليه لقبائل الازواد. وتنظيم القاعدة على العموم أنا شايف أنه هو أخطر من تنظيم داعش، تنظيم القاعدة متماسك بشكل أكبر. تنظيم القاعدة ما زال متماسك حتى الآن؟ طبعا ما زال، بالرغم من التصريحات الغربية، يعني إحنا بنشوف التصريحات البريطانية والأمريكية بتقول وبتهدد أنها ستهزم داعش كما هزمت القاعدة وأنهت القاعدة. لا ما هزمتش القاعدة، لا شوفي 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 الجائزة اللي حاطينها لأيمن الزهري والجائزة المالية اللي حاطينها لأبو بكر البغدادي هتلاقي الفرق كبير جدا، حوالي 40 مليون تقريبا، ده دليل على إنه على خطورة أيمن الزهري، على خطورة تنظيم القاعدة، خطورة تنظيم القاعدة في بناء الفكر المتماسك وفي إنه شبكة متماسكة، أما تنظيم داعش بيعتمد على خلايا يعني الذئاب المنفردة فيها أكثر من الخلايا اللي هي تابعة مركزية للتنظيم في أوروبا تحديدا. أنا عايز أشكر حضرتك أستاذ ماهر فرغالي الخبير في التيارات الجهادية والحركات الإسلامية، بشكر حضرتك على هذه القراءة السريعة للحدث الأبرز النهاردة وهو اقتحام فندق راديسون بلو في مالي وتحرير الرهائن، وكانت جماعة المرابطين قد أعلنت عن أن هي اللي نفذت هذه العملية. كنا بنحاول أن احنا نعرف هل في رابط بين ما حدث في مالي اليوم وما حدث في باريس الأسبوع الماضي. دي كانت وجهة نظر أستاذ ماهر فرغالي. طيب خلونا نشوف جولة بقى في الصحافة الغربية بشكل مختلف. احنا معنا أستاذ محمد الصباغ وهو زميلنا الصحفي بموقع زحمة ودايما بيعمل ترجمات بشكل مميز للتقارير في الصحافة الغربية. أستاذ محمد صباح الخير. صباح النور. توقفت عند ايه النهارده في جولتك في الصحافه الغربيه؟ هو النهارده طبعا كان الحدث الابرز غير هجمات باريس هو كان الموضوع بتاع فندق مالي. هو بس معلش انا عاوز احب اضيف حاجه على الفكره على الاستاذ اللي قبليه استاذ ماهر فرغالي. بس هو كان الفكره ان الفندق ده بيبقى موجود فيه مجموعه كبيره جدا من الدبلوماسيين. يعني في كان في البنتاغون كان اعلن ان في 22 موظف مدني وعسكري كانوا موجودين في الاحتجاز، كان في طاقم من اير فرانس في وكان في جنود امريكان كمان 12 شخص من الطاقم بتاعها في باماكو والخارجيه الهنديه والخارجيه الجزائريه، لكن كله بقى سالم يعني. فده تقريبا مستهدف عشان الحمله الدوليه ضد الجماعه او التنظيم في مالي، طبعا اللي هي تنظيم القاعده بعيد كل البعد عن تنظيم داعش في العراق وسوريا والكلام ده. غير كده طبعا في اجتماع لوزراء الداخليه ووزراء العدل في الاتحاد الاوروبي النهارده في بروكسل بيناقشوا التداعيات والترتيبات الامنيه بعد هجمات اللي حصلت في باريس طبعا يوم الجمعه اللي فاتت تقريبا. كان في حديث عن الشنغن وعن وضع قيود على الشنغن. كان في احد هم فعلا هو وزير الداخليه الفرنسي طالب بوضع قال ان في اجراءات صارمه تماما على الفحص واجراءات التفتيش على الدخول على الحدود من خارج الاتحاد الاوروبي والاشخاص الداخلين،
وعلى حركة الأشخاص كمان داخل دول الاتحاد، حتى الأشخاص اللي هم معاهم جنسية أو معاهم باسبور من الاتحاد الأوروبي، الإجراءات الأمنية دي هتبقى على كل الأشخاص على حد سواء من خارج أو من داخل. لأن قبل كده بيتكلم التقرير في الجارديان على إن الإجراءات كانت بشكل روتيني أو شكل ما فيهوش أي تجديد أو كده، مما أدى طبعا إن كل الناس، كل الإرهابيين، وهو قالها نصا، قال الإرهابيين بيعبرون الحدود بين الدول الأوروبية وبعضها، زي طبعا البلجيكي أبعود اللي اتحرك في كل في كذا دولة من الاتحاد الأوروبي، وكلهم اتفقوا وخططوا في بلجيكا لحد ما نفذوا الهجمات كلها في باريس، ولحد طبعا ما قتلوه بعد كده، واتفقوا كمان على التنسيق في الاستخبارات وسهولة تداول المعلومات بين الدول الاتحاد الأوروبي بينها وبين بعض. وقال ان هو ما وصلوش اي معلومة عن أبعود وهو كان بانه داخل دولة من الاتحاد قبل تنفيذ الهجمات، في حين ان جاله معلومة من المغرب، من المخابرات المغربية، ان على مكان أبعود وقتلوه بعدها بيومين. ده طبعا بعد تنفيذ الهجمات. بما انك ذكرت ده، فملاحظ برضو في الصحافة الغربية النهاردة انه كان في يعني تمجيد او يعني شكر لدور المخابرات المغربية في انها اعطت معلومات قيمة في هذا الشأن، في حين انه المسؤولين في فرنسا بيصدروا معلومات قد يبدو فيها التخبط، يعني مثلا عن سير العربيات اللي عملت الهجمات، في حديث متضارب عن هل السيدة حسينة دي يعني فجرت نفسها ولا لم تفجر نفسها، في تضارب في المعلومات بالرغم من انه المخابرات المغربية كانت لها دور حسنة، حسنة ابو الحسن كان ليها، المخابرات المغربية كان ليها يعني دور استخباراتي محوري في هذه القضية. هي فعلا السلطات المغربيه كان ليها دور كبير، واستقبل كان في النهارده استقبل الملك الهولندي النهارده استقبل الملك محمد الخامس، ووجه له شكر رسمي على مساعدتهم للمخابرات الفرنسيه في الموضوع. هو طبعا أبعود من اصل مغربي، ومعظم معظم تقريبا اللي بينفذوا الهجمات دي بيبقوا من اصول يعني كان او بعضهم فيهم من اصول مغربيه او جزائريه في بلاد شمال المغرب العربي يعني. فبالتالي اخوه كان المخابرات المغربيه قبضت عليه قبل فتره، من فترة من شهر تقريبا أو شهرين، فهم عندهم معلومات يعني ووصلوها قبل ما يقتلوه بيومين، قبل قتل أبعود يعني بيومين، وتعاملوا مع المخابرات الفرنسية والداخلية الفرنسية تعاملت مع الموضوع، وشكر النهاردة هولندا الملك مع نفسه على الموضوع ده. في حين أن في أوروبا هو وصل عدى في كذا دولة من شهر تقريبا او اكثر من كده، وما فيش اي معلومات. هم عندهم بيانات كبيره، وحصل هجوم كبير جدا من صحافه او سياسيين في الاتحاد الاوروبي على ان الاستخبارات هناك ما فيش تعاون كبير، او مش ما فيش تعاون كبير، اللي هو يعني بينتظروا وقت طويل جدا. انت عندك اسماء وقاعده بيانات كل الاشخاص اللي هم معروف ان هم ارهابيين، معروف ان هم راحوا سوريا، يعني أبعود عليه مذكره اعتقال في من في بلجيكا، واحنا بنتكلم عن أبعود وقدر يتخرج. واحنا بنتكلم يا استاذ محمد عن أبعود، ده ياخدنا لدوش بيجل اللي كانت بتتحدث عن حوار كان مع دابق، و يعني اجرته مع أبعود وسلطت عليه الضوء النهارده. هي دي شبيجل طبعا، هم كل معظم الصحافه اتكلموا على حوار أبعود بعد الحادث، لانه كان الحوار ده كان مع نشرته مجله التنظيم في شهر فبراير، يعني بعد هجمات شارلي ابدو على طول في فرنسا، وكان اللي هو في ساعتها، وكانوا هددوا في نفس العدد ده التنظيم لو احنا فاكرين، هددوا كل الدول الاوروبيه، وذكروا تحديدا دول زي بريطانيا والمانيا وفرنسا، وتقريبا لم يتعاملوا معها بالشكل اللي هو الكبير يعني. والنهارده المانيا كلها مجله دير شبيجل فكرت الاستخبارات بالحوار ده، وقالت لهم ان التنظيم الكترونيا بيعمل بشكل قوي جدا،
وهو فايز في الحرب الإلكترونية سواء بقى من التجنيد أو على هو الحقيقة مواقع لافت التواصل للنظر الاجتماعي انه الراجل كده. الاستخبارات يعني لم تلتفت الى تحركات ابو عود اللي راح ورجع ومحدش قال له انت رايح فين وجاي منين، ولا حتى التفتوا لتهديده اللي منشور صراحة انه بيهدد بهجمات في القارة الأوروبية. طيب عايز اطلع معاك لتقرير في دوتش فيلا عن الاطفال السوريين في سن التعليم، يعني كيف تناولت دوتش فيلا هذا الموضوع؟ هو الموضوع كان معمول من صحفي من في تركيا، وكان بيتكلم تحديدا عن الوضع الأطفال السوريين في اللاجئين اللي هم في سن التعليم دلوقتي، ولكن مش لاقيين أماكن للدراسة أو للتعليم يعني في تركيا. في 700 ألف طفل سوري في سن الدراسة دلوقتي، وفقا طبعا لكلام الكاتب او دوتش فيلا، منهم 400 الف ما بيتلقوش اي تعليم في الفتره الحاليه او بعد الحرب السوريه. وبعد كده والاطفال اللاجئين في تركيا عموما عددهم حوالي 1,120,000 طفل، فده عدد كبير جدا، فكان فمثل يعني مشكله كبيره. وهم طالبوا تركيا، الكاتب طالب تركيا يعني انها تتحمل دورها تجاه كدوله هي اللي بتستضيف الدول دي. القانون الدولي هو بيجبرها او مش بيجبرها يعني، بيخليها واجب عليها يعني ان هي تعطيهم التعليم او كل سبل الحياه يعني، سواء تعليم او صحه او. هو طبعا الموضوع كبير، احنا بنتكلم على 1,120,000 طفل، لكن هو بس بيذكر بالكلام ده ان في 700,000 طفل سوري ما بيتلقوش تعليم، ودول طبعا ممكن تنظيمات طبعا موجوده ممكن تستقطب اي حد فيهم، وبيشتغلوا دلوقتي كمان قال في التقرير ان هم بقوا بيشتغلوا، الاطفال بدات تشتغل في الشوارع ده او ده دايما للاسف بيخلينا نفتكر التساؤل اللي دايما بيتسال في الحاله دي، ليه دايما في الدول عندها فلوس انها تشن حروب ولكن ما عندهاش فلوس علشان خاطر تعطي المواطنين تعليما افضل. عايزاك تقول لي اخر موضوع تحب تختم بيه سريعا هذه الجوله في الصحافه الغربيه. هو بس كان في تقرير معمول عن بلجيكا، عن تحديدا عن منطقه في عن منطقه في بلجيكا اسمها ضحيه مولينبيك. الضحيه دي فيها تقريبا 90,000 نسمه. كل التحقيقات اللي اتعملت حوالين الاحداث الارهابيه الاخيره في لندن، تفجيرات لندن سنه 2005 وتفجيرات مدريد وتفجيرات باريس الاخيره، كل التحقيقات خدتنا لخيوط في الضحيه دي او اشخاص كانوا موجودين في الضحيه دي. ابو عود نفسه كان من المنطقه دي. وتخلينا نتكلم اكتر عن دوله بلجيكا. بلجيكا اللي معتبرينها سوق سلاح اساسا يعني، هم بيتحركوا فيها بيجيبوا كل اسلحتهم منها. ده تقرير كان محطوط على موقع اسمه كوارتز، وبيشرح ان بلجيكا اصبحت عاصمه للجهاديين يعني، بيمروا بيها وبيجمعوا كل الاسلحه، وبعد كده يبداوا تحركاتهم بقى للدول الاخرى سواء فرنسا زي الهجمات الاخيره وما الى ذلك. وهي طبعا ومعروف ان بلجيكا فيها اكبر عدد من المجندين اللي بيسافروا للجهاديين اللي بيسافروا لسوريا والعراق، تقريبا فوق من دول الاتحاد الاوروبي اللي هم حوالي 40، فيها 40 شخص طبعا معروف رسميا يعني. ده السبب، ده يمكن السبب اللي بيخلي ان الصحافه الغربيه والقنوات الغربيه عندها التساؤل الاهم والابرز طوال الاسبوع، لماذا بلجيكا اصبحت هي المصدر للارهابيين والمتطرفين للقاره الاوروبيه. انا عايز اشكرك استاذ محمد الصباغ الكاتب الصحفي في موقع زحمه، بشكرك على وجودك معانا وهذه الجوله في الصحافه الاجنبيه. بعد الفاصل نكمل جولتنا مع حضراتكم.